اظن مفيش دلع بعد كده. خلصي الاكل بسرعه بقى قبل ما تيجي وتقولي اجيب لها كمان الاكل في السرير. مش عارفه اعمل ايه. لو ما رحتلوش بكره هينزل الفيديو. طب انت ما بتفكريش تكلمي سمير؟ لا، كفايه قوي اللي جرالي من تحت راسه. هو دخله ايه باللي حصل؟ هو اللي خلاه ينزل الفيديو. الله يخرب بيته ويحرقك يا ايمن مطرح ما انت موجود. يعني انت حكيتي لسمير على موضوع الفيديو؟ لا طبعا، بس لولا انه خلاني اخد موبايلي القديم معايا وانا رايحه المحل عندهم ما كانش ابن الكلب ده عارف ان انا بكدب عليه في موضوع الجبس. بس سمير وصاحبه دول شكلهم بيفهموا في الموضوع. احكي له يمكن يعرف يتصرف ويخلصنا من المصيبه دي. احكي له ازاي؟ انا اخر مره مرمطت بكرامته الارض وقلت له مش عايزه اشوف وشك تاني. يا توتا انت مش هتبطلي غشوميه بقى يا بنتي؟ انت مش سبب وقلتي لي ان هو مؤدب وابن حلال وطيب، بعدين مش كان ممكن يساعدنا في اللي احنا فيه ده؟ كنت عايزه نعمل ايه يعني؟ ابن الكلب ده لما بيكلمني انا ما بشوفش قدامي. طيب معلش، طيب انت تكلميه وتعتذري له وتحكي له كل حاجه وتقولي له كل الكلام اللي قالولك الحيوان ده وعفرتك بالشكل ده، وساعتها بقى نشوف ممكن يساعدنا ازاي. كمان شويه، مش عايزه اتكلم دلوقتي. هو انا مش عايزه ازودها عليكي، بس احنا فعلا ما عندناش وقت. حاولي تاكلي. ايه يا سوني؟ ايه؟ ما طلعتش مع تركي ليه؟ لا اطلع فين بقى؟ قلبك ابيض يا عم سمير. هو قال لي تطلع فين؟ تطلع عشان تتغدى. من امتى احنا سوني بيعدي علينا يوم الجمعه من غير ما نتغدى سوا؟ معلش يا سمير، خليني على راحتي الله يكرمك. ما تبطل يا ابني انت شغل العيال ده. ما خلص يا سوني موضوع عبله ده وراح لحاله. سمير ابوس ايدك الله يكرمك. بقول لك ايه يا سوني؟ انا في اللي مكفيني. محدش فوق ياكل غير لما تطلع. يلا يا عم انا مش عارف. يلا. سخنت الاكل ورجع زي الفل. ما تاخذونيش يعني اني جوعتكم شويه. لك يا بلبله اهو منه غدا ومنه عشاء. يلا بسم الله. اثبتي على محطة بقى وتعالي اقعدي كلي. نور هرد عليك. هات التليفون ده. هسلم عليك. هات التليفون ده بلاش غلبة. لابد ما تفتح في شرم، هتديره ازاي وانت في الغربة؟ مش هديره، حسام اللي هيديره. انا بس اروح كده لحد ما كان يقف على رجله وبعدين ارجع تاني. هايل والله انت يا شريف، لعب وبحر وبنات هو ده الشغل والله. يا سلام. في يا عم ماجد، ما احنا وقت الشغل شغل. وبعدين قلت لك انت استقيل وتعالى نفتح مع بعض في مرسى علم يا سيدي. انت عارف لو اختك كانت قاعده معانا دلوقتي كان زمانك انت وانا اتطردنا من البيت. هو مين ده اللي هيطرد؟ مين ده اللي هيطرد؟ ده مسعود وزين هيطرد دلوقتي. مسعود وزين، بقول لك ايه؟ تعالي عايزك في موضوع. في ايه؟ تعالي بس. ميزو، ما تسيب التاب ده وتشرب العصير وتشوف لك حاجه مفيده تعملها. انا عايز اتجوز. البت اياها؟ اسمها دينا. ما يفرقش اسمها ايه؟ اقول لك اللي يفرق انك عايز تتجوز واحده انت عايش معاها على انكم متجوزين ومفيش اي حاجه رسمي تربط ما بينكم. طب ما انا عايز اخلي الموضوع رسمي. ليه؟
هو قال لي ليه؟ ليه دلوقتي يعني ايه اللي جد؟ عشان احنا من ساعة ما حبينا بعض واحنا متفقين على الجواز، ودلوقتي جه الوقت ان انا اخد ستاب جديدة في علاقتنا. بصي يا شريف، انت كبير وحر ومفيش اي وصي عليك، بس خليني اسالك سؤال. انت اول واحد؟ يعني انت اول راجل في حياتها؟ انت فاهمني. خلاص مش عايزه اعرف. بس لو فعلا انت اول واحد يبقى صح انك تتجوزها، لكن لو مش كده النكست ستيب في العلاقه دي انك تسيبها. وعلى فكره انت مش عايز تتجوزها، انت طول عمرك لما بتحط حاجه في دماغك بتعملها وتاخد في وشك وما بتاخدش راي حد. لو انت عايز تتجوزها ما كنتش تبيت المشوار ده كله لغايه هنا عشان تاخد رايي. بص يا شريف، انا فاهمه مرحله الشباب والانبساط واللازم منه، بس الجواز حاجة تانية خالص. لما تيجي تختار أم عيالك تختار صح، فاهمني؟ بقاله كان يوم بيكلم تعالى دايركت، معرفش عنه أي حاجة بقالي أسبوع. ممكن يكون عايز يحس إن هو وحشك؟ ما هو أكيد وحشني. أكيد ليه؟ ممكن يكون عايز يحس الفيرست ستيب دي منك انت. ليه يعني؟ هو انا طلبت منه ان احنا نطلق؟ انا كل اللي طلبته ان احنا ناخد بريك شهرين. He might feel that you're pushing him away. ليه هيحس حاجه كده؟ هو مش عارفني يعني. عارف ايه؟ عارف ان انا لو مش عايزه ابقى معاها اقول له نطلق. بصي، شهرين زي سنه، هو ممكن يكون بيفكر كده. هو كده مش فاهم اي حاجه. انت تعرف انا كنت متوقعه ايه لما قلت له على البريك؟ ايه؟ كنت فاكره انه هيرفض. هو رفض فعلا يا نايلة. لا يا نادين، ما اصرش على الرفض. بقولك ايه، ما تكلميه قولي له وحشتني. انت كده عايزاني بقى ابوظ البريك صح؟ خلاص قولي له بقالك يومين ما بتسالش وانا قلت اطمن عليك. هاي يا أكرم. إحنا كويتين؟ أنت كويس؟ أنا كنت بس بكلمك أقولك إن أنا مش عارفة أوصل لعم سيد، وقلت أقولك علشان لو معرفناش نوصله تبعت لنا سمير على المطار. لا مش قلقانة، ميرسي يا أكرم. انت عامل ايه؟ انت كويس؟ طيب اوكي. طيب ثانك يو، I'll see you. باي. مش عارفه اقول لك ايه بصراحه. السلام عليكم. اللهم صل على كامل النور. على الصلاة والسلام. شوف شغلك وبطل شغل الالاباندا بتاعك ده. ماشي. ولا يدود. عيب يا ست الكل، الصابونه النظيفه وازاز المايه المعدنيه والعصير طياره. استنى يا فالح، حط لي مفرش على الترابيزه اللي على الممر وخليها حلوه كده. يلا. شوف شغل. شكرا يا حبيبتي. قولي لي يا نايلة، انت لسه بتحبي اكرم؟ طبعا لسه بحبه. انا بعمل كل ده علشان انا بحبه قوي يا نادين. كنت ابتديت احس ان كل اللي بينا ابتدى يخلص،
بقيناش نفسنا في بعض زي الاول. ما بقتش حاساه ملهوف عليا ويتجنن زي الاول. عارفه زي ما يكون كل الباشن راحت بينا خالص. حاجه بتوجع قوي ان الست تحس ان جوزها بيعمل معاها حاجه اداء واجب مش من قلبه، وان التعود اخذ مكان الحب. انا وانتي شفنا ده طول حياتنا واحنا بنكبر. كانش ينفع استنى لغايه ما انا وهو نبقى زي كامل وشهيره، واكيد مش عايزه بنتي تشوف ده هي كمان. والمشكله بقى ان هو طول الوقت شايف ان احنا مش في مشكله، شايف ان دي حاجه عادي جدا. يعني البريك هو اللي كان الحل؟ اكيد هو شايف ان البريك ده خلاص انت مش عايزاه. انا شرحت له ان انا بحاول اعمل ده علشان ندي نفسنا فرصه تانيه. المشكله ان انا دلوقتي حاسه ان انا خايفه قوي، حاسه انه بيبعد عني مش بيقرب. كل اللي انا كنت بحاول اعمله ان احنا نرجع زي الاول، ان احنا نرجع نضحك ونخرج ونتنطط ونضحك من قلبنا. نفسي ان احنا نرجع we have fun when we're making love. خايفه قوي يا نادين. فعلا عمري في حياتي ما حسيت ان انا مش عارفه ايه اللي جاي قد دلوقتي. Don't worry يا نايمة. He loves you. دي مسألة وقت. أتمنى. Let's hope so. إيه ده؟ أنتوا لسه ما لبستوش؟ يلا البسوا عشان نخرج نسهر. لا يا حبيبتي أنا قاعدة، لازم أنام تالا شوية قبل الطيارة. مامي أنا عايزة أخرج. معلش يا حبيبتي تيودا ضغني أخي. يلا روحي اغسلي أسنانك. طبعا أنا جاية ووش. يلا نادين. 5 minutes. Good. مامي بليز خلي بالك عليها، هي لسه ما وقفتش على رجليها. بليز حاولي ما تشربيش عشان تعرفي تركزي معاها. كل الأماكن هنا فيها درينكس. عارفة يا بو، أنتِ ما تشربيش هي مش هتشرب، أوكي؟ أوكي. ثانك يو. وبليز اعملي شنطتك قبل ما تطلعي علشان نطلع على المطار على طول لما ترجعوا. لا أنا مش مسافرة معاكم، محمود جاي عنده إجازة يومين. أفندم. ايه عندك اعتراض؟ والله انت المفروض يبقى عندك اعتراض. ده بمناسبه ايه؟ محمود مين ده بقى يا مامي؟ ماي فيانسي. ماي فيانسي يا نايلة، فاهمه؟ طب فيانسي لحد امتى؟ ولا انت ناويه تتجوزيه شهرين وبعد كده تجيبي لنا محمود جديد وبعد كده تفضلي تتجوزي وتطلقي طول حياتك؟ نايلة اترشي اترنجاش. مامي انت كده بتأذي نفسك. بأذي نفسي؟ What do you know about this؟ انت ما جربتيش تعيشي سنين جوازك كلها وشك في الحيطه، ما جربتيش تعيشي مع الراجل عمره ما حس بيكي يوم واحد حتى وانت في حضنه. بيت مثالي وبنتين زي القمر، عاوز ايه تاني؟ بيت مثالي. يا ريتك ما كنت كملتي. كملت عشانكم. محدش طلب منك انك تكملي. ومن امتى في ام بتستنى ان حد يطلب منها حاجه يا ليلى؟ ياما ضحيت عشانكم، عايزه ايه؟ عايزاني اكمل حياتي وحيده، ست عجوزه حاطه ايدي على خدي استنى الموت كده هتبقي فخوره بيا. انت لازم تبطلي تعيشي دور الضحيه خالص. انا بقول الكلام ده عشان بطلت اعيش ضحيه. خليك انت في حياتك ماشيها زي ما انت عايزه بالورقه والقلم، سيبيلي انا الشخبطه. انا احلى سنين عمري راحت، ضاعت مع ابوكي. دلوقتي بحاول اعيش يومين، يومين فاضلين من عمري. مستقطرين عليا بس يومين.
توصلوا بالسلامة يا نيلة. معقولة ما شفتش الحلقة؟ دي قلبت مصر. لا بقالي فترة مش متابع السوشيال ميديا. لا ما واضح فعلا انك مشغول قوي. انا بعت مسج لنايلة وبس مستني ترد عليا. مش عارف واضح انا لسه ما قريتهاش. طب ما اتكلمها. انتوا متخانقين ولا ايه؟ لا هما في شرم. نادين جت من لندن. هيقضوا الويك اند هناك. طب وليه ما رحتش معاهم؟ انا ونايلة واخدين بريك من بعض شويه يعني. على فكره الموضوع ده صحي جدا. انا عن نفسي ما بعديش عليا يومين من غير ما اخد بريك. انا عمري ما فهمت موضوع البريك ده خالص. على فكره بقى اللي بتعملوه ده هو الصح. انا لو ما فصلتش ما بقاش كويس في البيت خالص. وانا اهم حاجه بالنسبه لي بصراحه البيت ومراتي. المهم بقى انت بتعمل ايه في وقت البريك عشان تفصل؟ يعني شغل تيل قبلك لو بتبقى كويس بعد كده وبترجع طاقتك تاني يبقى تمام. انا بحب نايلة. معرفش اكون مع اتنين في نفس الوقت. كسرت البريك ولا ايه؟ ده الريمايندر عشان عيد جوازنا. اه طب في الانيفرساري بتجيب هديه. لما يجي الانيفرساري في وسط البريك بتعمل ايه؟ بتجيب هديه اغلى طبعا. كل رجالة بتسأل نقفل بقى ولا نقعد نص ساعة كمان؟ لا خلاص قفلوا. طب والحاجات دي؟ لمها لي يا دودة لمها لي. مصطفى لم. عندنا كل حاجة. كل حاجة؟ تقريبا. بس أنا محتاجة حاجة تديني انرجي، أنا الشرب بينيمني. ممكن أجيب لك تكيلا مثلا. لا عندك حاجة تكون سترونجر دان تكيلا؟ زي إيه؟ قول لي أنت. أنا آسف مش فاهم حضرتك. احنا اتفقنا نتبسط بس بعيد عن هنا. انا كنت بطلب سوفت درينك اورنج جوس بليز. اتنين من فضلك. اوكي يلا وانا جاي. شويه وجايه. طب ليه؟ اوكي. Dinner's close to genius. Sold out arenas, you can suck my penis. Gilbert Arenas, guns on deck. Chest to chest, tongue on neck. International. بس احنا ما تقابلناش ها. Every picture I take, I pose a threat. Bought a jet, what you expect? Her pussy so good, I bought her a pet. Anyway, every day I'm trying to get to it. Gotta save them my phone on the big booty. Anyway, every day I'm trying to.
gotta say to my phone on the big bro. Been around the world, don't speak the language, but your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. الو ايوه انسه تقى انا سوني صاحب سمير ايوه استاذ سوني ازي حضرتك انا بكلم سمير من امبارح وما بيردش عليا هو اكيد لسه متضايق مني انا اسفه والله لا لا خالص بس هو اصله مشغول حبتين طيب معلش ممكن تقول له ان انا محتاجه ضروري خليه يكلمني لو سمحت اموريني انا تحت امرك في اي حاجه انت عايزاها متشكره جدا لحضرتك هو انا بس بكلمه من امبارح وما بيردش ف هو معاه رقم تاني؟ ما انا بقول لك يا انسه سمير اصله مش فاضي اليومين دول عنده شويه مشاكل في الشغل بتاعه طلعيه بره الحدوته خالص خليكي معايا انا لقيت لك حل يخلصك من الواد اللي متدبقك ده بجد؟ اه عدنتي بس النهارده عليا في المحل وانا هخليكي تجيبيه من قفاه متشكرة قوي لحضرتك انا هاجي لك على طول مستنيك العصريه في المحل ها سلام السلام عليكم بطريقة مش هنا؟ طب خير عايزني في ايه؟ انا مش عايز اشوف وشك خالص ولا انا ولا تريكة ايه ده ايه ده؟ دي هبت معاك بقى عارفة؟ لولا ان الواد ده انا اللي مربيه واخويا الصغير كان بقالي معاكي تصرف تاني مش لذيذ فانا قلت ايه؟ قلت انها تيجي من عندك انتي وتنفضيله انت مالك اصلا هو في ايه في رجاله كتير ورسائل وسخه وعندي السكرين شوتس بس انا هعتبرها احتراما للراجل اللي قدرك بني ادمه مش موجوده بس لو شفتك تاني مع تريكا ما تزعليش مني ايه الكلام اللي انت بتقوله ده بلاش والنبي السكه العوق اللي انت بتعمليها معايا دي علشان انا لا مؤاخذه اعرف اللي في عبك فما تلعبيش معايا عشان ما تتعورش انت جبت الحاجات دي منين ما يخصكيش طب وتريكا بقى يعرف ان سيادتك بتتجسس على واحده في حكم خطيبته اتفرج على صورها الشخصيه كمان لا ما يعرفش بس لو عايزاه يعرف يعرف طب بقولك ايه ايه وانت لو نفسك تتفرج على الصور قوي كده قولي وانا بعتهم لك بدل ما انت قاعد تتجسس بس انت مش غريب بجد والله شفت بقى معلش مش هينفع اصلا انا لا مؤاخذه ما بحبش الحاجه الرخيصه خدي سكه بقى علشان ده محل اكل عيش يلا يلا يعني انا مش فاهم دلوقتي الميعاد 10 ولا 11 11 اورايت لا 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 مش هينفع اصلا انا نازل 10 ونص بيرفكت خلاص انا هكون عندك كمان 10 دقايق سلام سمير وصلني وروح انت كفايه نزلتك يوم اجازتك بدري حاضر يا مستر هو حضرتك كنت عندنا يوم الخميس بالليل يا مستر؟ اه صحيح انا نسيت اقول لك. اصل كنت قاعد في الاوتيل زهقان قلت انزل اغير جو. وما حبيتش ابوظ عليك الويك اند بتاعك. انا احب اكون مع حضرتك في اي وقت يا مستر. انا كده وقعتك ادخلي انت يا نور لا طبعا زبيده انا مسكت الكوره الكلام ده لو كنت انت وقعتني بيها كمل يا وليد بلاش استعباط تقع طب كملوا ازيك يا نور الحمد لله انتوا اتصالحتوا هو سمير في الشغل لا في البيت وانت مش تيجي عندنا بقى هي ماما كمان في البيت
لا ماما عند ربنا. بس لو هتيجي قولي لي قبلها عشان اخلي ابو العبله تعمل حسابك في الغد. اقول لك تعالي الجمعه الجايه. ماشي. يلا يا نور الدور عليك. طب هروح بقى هاخد رقمك من سمير واكلمه. باي باي. باي باي يا حبيبي. اهلا يا انسه توقف. ازيك يا استاذ سوني؟ الحمد لله. لا مؤاخذه معلش انا اصلي كنت بجرب اعمل حاجه مع اللي ما يتسماش فكان لازم اقفل المحل نص قفله عشان محدش هنا يغرش انا بعمل ايه. انت عارفه الموضوع ده لبش وانا مش عايز مشاكل مع الناس في المنطقه ولا مع الحكومه. انا كنت بحاول ابعت حاجه للواد دوت على الموبايل بتاعه عشان نخش عليه ومنها نعرف مكانه فين ونبلغ عنه او على الاقل نرنه علقه موت لحد ما يرتجع. بس استاذ سمير كان قال بلاش نبعت له حاجه. لا سمير ده غلبان وعلى نياته ما يعرفش يتعامل مع الاشكال الضاله دي. ما تقلقيش انا بعمل كل حاجه من عندنا. انا بس هستسمحك لما نخش جوه هقفل المحل تاني عشان انت عارفه ده موضوع مش سالك وفي مسؤوليه كبيره علينا. ممكن مره واحده نلاقي شرطه المصنفات طب علينا مش معانا المحل. معلش. ماشي اتفضلي. انا اسفه اني عامله لكم المشاكل دي كلها. لا ولا مشاكل ولا حاجه. اتفضلي اتفضلي خش جوه اتفضلي. هي مسؤولية علينا بقى بس ربنا يستر خير إن شاء الله. اقعدي قولي لي بقى. أنا بعت له سيرفر على الموبايل بتاعه بس هو لسه ما فتحهوش. السيرفر ده يعني اللي هو أيوه البجاية اللينك يعني زي بالظبط كده اللي بعتهولك على موبايلك عشان يخش عليه ابن الهرم. اللي ما قلتليش صحيح هو معاه إيه غير الشوية اللي بعتهم لك دول؟ قصدي يعني الفيديو. الفيديو اللي انت فيه قالك ان هو هيرفعه على النت. انا مش فاهمه انت بتتكلم عن ايه بصراحه. ايه يا انسه تقع اهدي كلميني بقى بصراحه. ما احنا بنحاول نحل المشكله اهي. الفيديو بتاع الشقه هو بقيته عنده ولا عندك؟ قصدي يعني هو في حاجه تستاهل ان هو يبهدلك عليها؟ انت مش ناوي تنضف وتجيبها لبره ابدا؟ أنا مش قلت لك مالناش دعوة بالبنت دي يا سوني؟ في إيه يا سمير؟ أنت فهمت إيه بس؟ أنا خلاص ما بقتش فاهم. بتنمي في العسل وتاخدني على قد عالي وبعدين تعمل في دماغك مش كده؟ والله العظيم لو بإيدي الواحدة كنت جبت ضرافها وقتي. جايبها هنا عشان تعمل إيه يا سوني؟ هو قال لي إنه لقى حل للي أنا حل إيه؟ ما تحل عنا بقى. وروحي شوفي حالك يا شاطرة وكفاية عليك الشقة اللي بتروحيها مش هيبقى شقة ومحلات كمان. ده مكان أكل عيش. والوساخة اللي أنتوا فيها دي ما ينفعش تحصل هنا. ايه يا ابني اللي انت هببته ده؟ مفيش اي حاجه من اللي في دماغك دي حصلت يا ابني. انا كنت فاكر ان اللي بينا كلام رجاله. احنا مش لسه متفقين ان مالناش دعوه بالبنت دي يا سوني؟ ايوه بس انا جه في اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ ترى يا سمير انت واخدني ليه على السخان كده يا واش يا واش؟ هو انت قفشت واحد مع واحده في اوضه النوم؟ قفل باب المحل عليكوا ليه يا سوني؟ يا عم البنت صعبت عليا قلت اساعدها يا عم كفرت. صعبت عليك؟ لا فيك الخير يا صاحبي. مش دي البنت الوسخه اللي انت قلت لي ان هي متداس عليها؟ ايه؟ عايز تدوس انت كمان يا سوني ولا ايه؟ مش دي البنت الوسخه؟ انت بتقول ان انا وسخه؟ ايش حال ما شفتني وانا برمي نفسي قدام عربيه؟ شفت بعينك ان انا شرفي عندي اهم من حياتي؟ هو مش انت اللي جايبني هنا ومعرفني عليه؟ مش صاحبك ده؟ انا وسخة. امال انتوا تبقوا ايه؟ ده انا جيت استنجد بيك ودخلته على موبايلي وشفت كل حاجة عليه. مسكته بس اول خيط وصاحبك جايبني النهارده عشان يكر بقيته. والله اعلم انتوا متفقين على ايه. مفيش الكلام ده. انا كلمتك امبارح يا سمير فوق الخمسين مره وقلت لك محتاجه لك يا اخي. التاني عايزني اروح له كمان كام ساعه واللي هيرفع الفيديو كله. انا مش ناقصه. صاحبك كلمني وقال لي عنده حل. كنت عايز نعمل ايه؟ جيت له وجيت له. قلت انه صاحبك وعمره ما هيعمل لي حاجه وحشه.
طلعت غلطانه، طلعت وسخه.